السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. إن شاء الله فيديو النهاردة هننظف مع بعض المكنسة الكهربائية. طبعا ده شكل المكنسة بتاعتي، هي شكل برميل. المكنسة بتاعتي طبعا كانت جاية من الإمارات، بصراحة كان حماية جايبها لي هدية في جهازي. طبعا هي صنع ياباني، صنع في اليابان، وهي 1700 واط. طبعا هي جميلة جدا. بصوا انا هنا طبعا انا اهملتها شوية، اهملتها في التنظيف شوية بقالي فترة، بس مرحوها ان شاء الله هننظفها مع بعض. انا دلوقتي اول حاجة فرشت ملاية في الارض. تجيبي ملاية مثلا قديمة عندك او حاجة، عشان لو وقع تراب او حاجة، لما توقع تراب او حاجة ما تقعش منك على الارض. خلاص انا فرشت ملاية وحطيت المكنسة. دلوقتي انا هفكك الاجزاء بتاعتها كلها جزء جزء، اخلع الاجزاء كل جزء لوحده. طبعا عايزه اقول ان المكنسه الكهربائيه مهم جدا ان احنا نهتم بيها زيها زي اي جهاز موجود في البيت. طبعا لان المكنسه الكهربائيه احنا بنعمل بها ايه، احنا بننظف بيها، فلازم الاله اللي احنا بننظف بيها تبقى نظيفه اصلا، عشان تدينا كفاءه، تبقى كفاءتها حلوه قوي في التنظيف وتدينا نتيجه حلوه في التنظيف، لان دي هي الاساس اللي بننظف بيه. وطبعا فقد الشيء لا يعطيه، فلو مش المكنسة نفسها نظيفة مش هتدينا نظافة. ده الجهاز نفسه او جسم من فوق، ماسك فيه السلك، فككت كده كل حاجة. طبعا ده هوريكم، طبعا لسه هو مش نضيف من بره، زي ما قلت لكم انا عملتها فترة، مش عايزه بس ابهدل الدنيا بالتراب اللي فيها. دي طبعا بتنشال كده، الجسم ده بينشال، شايفين؟ طبعا شايفين الاتربه واللي هي شفطاه، ودي كمان بتتنضف. دلوقتي انا هاخد هرمي ده في السله، وده هنضفه، بلبسه كيس كويس وبنضفه فيه عشان ما عشان التراب ما ينعفش اللي حواليا. يعني هنضف دي واكب اللي جوه في الزباله وهرجع لكم تاني. طبعا انا فضيت هنا خلاص في السله ونفضت دي ونفضت الكيس بتاع المكنسه، بس زي ما انتم شايفين طبعا لسه فيه بواقي حاجات. دلوقتي انا هاخد ده الكيس هغسله، هغسله، هتشوفوني دلوقتي ان شاء الله وانا بغسله. وهاخد كمان مش عارفه دي اسمها ايه، اللقمه او المكنسه نفسها اللي هي بقى بتشفط، لان بتبقى لازق فيها حاجات، وهوريكم دي هغسلها. وكمان هغسل الكيس بتاع مكنسة. هو طبعا عشان عندي الشبكة دي ماسكة في الكيس، فانا هسيبها زي ما هي. طبعا بيبقى مليان تراب ناعم جدا. مليان حاجات كده قطنية وحاجات ماسكة فيه. طبعا لما اغسله تبقى اتفقت بالتنظيف احلى، وهتشفط معايا. فرشة كده واحط شوية صابون سايل كده، بالفرشة كده انضفه. طبعا لو انت عندك ده مش ماسك فيها، يعني الكيس بتاعك مش ماسك في الشبكة دي، ممكن تغسليه في الغسالة عادي. اغسلي الكيس، هغسله طبعا كويس، وبعد كده هسيبه ينشف تماما، بحطه في الشمس ينشف. طبعا شايفين منزل ايه. ماما بتنفضي فيه طبعا، ما بيطلعش الحاجات دي.
بكره الصبح. هعصرها بقى على قد ما اقدر واحطها بقى في الشمس عشان تتصفى وتنشف كويس. وهنيجي بقى اللي هي الراس بتاعة المكنسة او الاساس بتاعها. احيانا ببقى ماسك شعر او حاجات هنا تبقى معاك الفرشة كده او فرشة اسنان قديمة او فرشة، ابتدي انضف كده لو في اي شعر ماسك، في خيوط، في اي حاجة. انا معديه الميه اهو عشان بس محدش يقول انا بصرف، بس لازم دي تحت ميه جاريه طبعا، الحاجات دي لازم تتنضف كويس عشان لو في اي حاجه ماسكه او علقه فيها تنزل. خلينا نغسلها بالسلكه بالاسبونشه عادي، ممكن اغسلها هنا بالاسبونشه. زي ما انتم شايفين اهو بقى سيبها تنشف كويس. بالنسبه بقى للاجزاء اللي هنا، انا جبت عندي ده بخاخ في ديتول ومعايا فوطه مبلوله ومعصوره، وباجي بقى هنا على باقي القطع طبعا بتاعه المكنسه الكهربائيه، وابتدي انضف كده. هنضف بقى كل القطع اللي عند السلك كمان، بمسحه كويس. انا سلكها طويل قوي. برميل طبعا ده كمان همسحه كويس من بره ومن جوه.
خلاص كده مسحت كل جزء من اجزاء المكنسه الكهربيه وكل ركن، وبعد كده نشفتها بفوطه ناشفه زي ما انتوا شايفين معايا كده، وشكلها طبعا حلو قوي من جوه كمان. شايفين الحله بقت شكلها عامله ازاي برميل. الزوايا والجوانب وكمان من تحت برضو ما نسيتش العجل ونضفتها من تحت كويس. طبعا دول هطلعهم في الشمس عشان ينشفوا كويس قوي، لازم ينشفوا. بعد كده هركبها، والخرطوم اهو الخرطوم بتاعها والايد كل حاجة اتنضفت معايا كويس ان شاء الله بقى ما تنشف هركبها. وطبعا هتبقى الكفاءة بتاعتها في شفط الأتربة والتنظيف هتبقى احسن. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.